بعد النمر الاول يا نمر. قدام محمود والله واساله قول له لا خليك بقى. بس العشيه ما تنفعش خليها 40، اصل هم هناك بيدوني 70 ولا 40 بتاعك تبقى 110، فدايما المشاوي تبقى 150. حاسب حاسب عشان الشماس واقف على مفيش والهواء اصلا شديد.
100 جنيه والله سلعه. عايز استفتح بالراحه بس ما ترخمش على الناس. ما ترخمش على الناس وانت ودي من عندي. هو بص الراجل بيقول لي ايه؟ خلاص انا عارف صدق سبيل الله. اوكي
علي علي انت زي السنه اللي فاتت تقعد تصور لنا تاني ما وراناش ما صورتش في الايام دي خالص لا اتصورت في الايام دي لا الايام دي كان في حد بيصور فيها كان ايام زي وش كان ميه نازله على طول ما بتبطلش اهلا ده وهنكسب النهارده كمان ان شاء الله ان شاء الله ما هو بشير التابع قال لك لو كنا لعبنا احنا مع الباقي كنا كسبناهم طيب انا كشتيني بقى شكرا لك
حديهم كلهم يا علي واخلص يا علي بقى انت هاي عملتها في حياتك وعرفت ان انا بعت لك حد يخلص منها. دلوقتي سيبه وماشي.
خالي 75 ما تسحب لبومه
الجمعه مش هتجيب احنا كبرنا يا عم كان حلو وانا نازل حلو ايه من الصبح يا عم يا عم لا انا كانت حلوه وانا نازل انت نايم بقى صحيح الساعه 8 بالصبح بقول لك يا هاني لحظة عايز يرجع عند الزهراء بس عايز بدل 20 40 هو قال لي دلوقتي ده لسه عم مش هيرجع لما يعمل عمليه ويعمل مش عارف ايه عمليه ايه هو ايه كل شويه بيعمل عمليه ولا ايه ده مش عارف يعمله بيرد عليه تاني ايوه شكلك مش هيقول لك انا عامل عمليه انا عامل باشا اهو مطعم هنا اتفضل اهو تعالى افطار وقهوه مع بعض باشا ازيك يا باشا عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الله اكبر فيك اضرب. لا قطعه والله. شاف البلع شاف الظابط واقف فاهم شاف الظابط واقف كان جاب العلبه بسرعه وعاوز يطلع على البلع كانوا ماسك الاذان بتاع اللبن ده عمال يعمل كده كان يقول له ما تصبش عمال يقول له كده خليه وانا واقفين من بره عمي وانا واقف عم انت مالك انت بتقول له
بتعمل مصالح فوق ياخدوا منك اللي عملت ايه ما يعرفوش اللي معاك ان انت بتعمل مصالح بره يديك اجازات يا عم ياخد احسن اللبن دي؟ اه
شبه اللبن بقى، بتاع اللبن بقى قص استلس. لا مش القص اللي هي العلب. عايز على العلب. العلب بتاع الرز. ايوه. صوابت سيلفي. اللغة بتاع الساعات. اللغة بتاع الاستوديوهات التصوير. اللغة التليفون الارض اللي كان حضرة العمدة. يا حضرة العمدة. لما قال لي الخمسة جنيه ده بعت انا اتكلمت ولا قلت حاجه؟ مش سبتكم ورحت قعدت بره؟ وانا عملت ايه؟ قعدت اديها لك وانت هو بقول لك على حاجه في كده تعمل تقول والله لو خدها انا اتعرفت انا اديك اديها له برضه من ورا قلت له عادي مش شفت معايا شايلني انا لا اصل انا بعاقبهم مش بعاقبهم هو انت كده مفكر ان ده حكم هو عايز يضرب كل بتاع عدل انا لا يا نور عليك تعالي ولا لك سنة كام؟ ثانوي فيها امتحان. بس يمتحنوا نص السنة مش يمتحنوا آخر السنة. عندي هدية تمتحن. التعليم هيبقى الترم الثاني أون لاين. ومفهوش امتحان. بيكلمك في مستقبل ولادك تسيبهم وتقول القهوه هنا الراجل بيكلمك في مستقبل ولادك عايزين الاعلم بس ابو ليل الاعلم انا وخالد دجلوب خالد دجلوب سرق منه القلم وراح وهو طلع حال لازم القلم وانا وخالد قلنا له اكيد حديد واكيد القلم مش هيعرف القلم معاه معرفة روح
بالك وجيه وراح جاي ايه مد لمحمد صلاح نفسين جوه راح جاي ايه قرر وقال له ده عنده الواد الواد بيمتحن وجيه قال له هيسقط اما جه بقى راحت ايه النتيجه بانت ايه البنت طلعت من 10 الاول قلت له القلم بتاعك بقى قلت له جه البنت جت من 10 الاول والواد جه من 10 قلب القلم حرام فاكر الانفاس على تعديل القلم بتاعك حل الامتحانات ايوه العيال اللي جابوا اللي طلعوا على هواي يا اخوان قلت لهم يا عم انا والله لا صح انا بقول لك بقى طالعين برضه مصريين زي كده وانا نصاب برضه ابو ليه انت بتهزر بقى
احنا اللي مشينا يعني خدنا منها لا 75 من الكره وضرب النار وعملت ايه وبتقول لي احنا تبع المترو يا معلم عالم بنت هو اللي عملت فيني انت كله معالج باشا مش هتيجي عمرها زي الترابيزه بتاع يوم الجمعه فجأة عارف الواد الليبي الواد الليبي اللي كان هنا اللي هو امه بس اللي كانوا عامل 625 اللي هو كان قاعد الاثنين ميكس ثم تستنى الاثنين حاجه ساعه وانا بدي اقول الفاتوره امه اللي هتحاس قال لي انا عايز اسالك انا دخلت قلت لك قلت لي مش معنى دي حاجه خالص ده انا غلطان خش حاسس ايوه بيقول لي حاسس انك شغال انا عايز اعرف طرف زي كده الراجل ده دفع انت قال لي انا مصمم لما هرب بتوع انت مصمم ولا دكتور يا قال لي ايه؟ قلت له ده معاك لا ياما ياما هم من ليبيا قال لا يدفع حسابي ياما خلينا نسافر يلا على ليبيا ياما بسألك سؤال طب انت ايه اللي في دماغك؟ قال انا لازم اعرف
ايوه انت مفيش سوق على هنا قهوه مطعم ولا قهوه صعب او فرد الشمس لا بتندع كل شويه كده هو ده ال100 جنيه الشغل الثاني الجديد اللي انت هتعمله هيديك مثلا عليه 50 جنيه النهارده بس هو خلي بالك هو مقلوان عندي انت عارفه بتتعامل مع ثلاثه ممكن النهارده لقيت بقى قدرت بالصلاه على النبي كده ازاي بقى ما انت عملت شغل كذا مره عندك في الحج هو بيبقى شغل ده بيقول لك انا كنت طالب حساب طالع كنت اخد كنز ورحت لحضرت يعني هو مثلا يعني انا 10 قروش يبقى تديني ال 10 قروش لو نزلت يبقى تنزل مثلا قرش تديني التسعه ده كده ده اسلوب ايوه هو اللي عمله ده كده 100 جنيه هيعمل الشوط شغل الباقيين دول كده هياخد 50 جنيه هو كله مفاتيح بيعمل اسمنت وبتاع ده بس بطيء قوي يعني مش صنايعي سريع يعني الشوط شغل اللي اتعمله دول اللي خد يوم دول ما ياخدوش يوم مع صنايعي سريع ياخدوا ساعه ساعه ونص بكتير قوي بس هل هو عامله مطول عشان يبين ان هو اشتغل اليوم كله وما ياخد عرق فلوس اكتر يعني دي برضه بترجع من صنايعي ساعه واحده ممكن مش شغال بالشغل ما هو شغال بالشغل بس هو خد معاك الشغل كله اليوم كله كامل من اوله لاخره لعند الساعه 11 بالليل يعني هتبيع طلع له 500 جنيه وانا ماشي هو كان دي عالظهريه مش عارف كده يعني دلوقتي اديت انا اول امبارح 100 جنيه وانا مروح. بقول لي انت اديته 100 هو جاي عاوز يدوس لي تاني. قلت له ما هو اللي عمله ده كده يستاهل 100. هي ما عدلها كده 100. هتكمل الشغل الباقي اللي هيعمله ده هتدي له 50 جنيه اللي هي ايه بقى 50 جنيه؟ المفتاحين اللي ورا هيقفلهم اللي يفضل يخش في كده في ظلم ولا في اي حاجه من حصتها؟ لا يا عم. اتكلم امك يا عم. ولا بقى على اليوم على الساعه على ساعتين هو مش هو عاوز يكون لا يا عم مش تبع محمد شعبان ده اللي جابه من نور الصغار من نجيب محمود من صاحب محمد السعيد وهنا هو اصلا سعيد محمد لا مش صاحب محمد شعبان بيعمل لهم شغل جامد جايز بقول لك انا اللي جايز زمان خالص بقول لك كان فيديو مع محمد هو ده بس انا بشوفه مع محمد شعبان بس ده بيركب في نجيب محمود يا ابني ما هناك ناس بتعرف الفندق هناك بتاعت القهوه بتاعت الفندق ايوه انا اللي موجودين ايوه انا اللي جايبه وانا اللي عامله وقابلني بالمستشفى انا ومصطفى بقى بيتكلم على عامله ايه اللي مستشفى واحد بيسلم عليه قال لي ورا فين؟ وديته يا عم جبت نجيب محمود طب وخبط المستشفى بيعمل ايه؟ معرفش كان بيعمل ايه؟ مع مين؟ بيكتب عليها اه هناك انا مش عارف واحد بيسلم عليها بس انا ماشي لا عزه لا عرا ايه؟ انا ما اعرفوش بعد المشي ولا افتكرت جو هوت قوي سخن على مطعم قهوه بسم الله
المغرب خد الفاشن كلها لعند الساعة 11 يعني واحد اخدها لعدان المغرب هي بيعمل ايه هو منظف حوالينا وحتى بتاع الاستكاي وربط من المشاكس يعني مش شغل فني يعني قوي يعني اولى ابتدائي كهربائي ان انت تعمل فيشة تعمل فيشة تركب بوكس كده دي اولى ابتدائي كهربائي الراجل العادل مش كهربائي مش انا بعمل كهربائي وانا مش عملت لك الكيشه جوه دي خالتي عملتها والسولار عملته والبريد عملتها بيروح على الهواء اه دلوقتي عشان نمر اه ومطعم ولو كان قال لي تعب كان ممكن تقول لي واركب المشوش واعمل فيه هو لا هو شال المشوش وبعد كده شال الكل وشال السلم وشال العلب اه وركب العلبه يعني برضه الشغل مش فني قوي بعد كده الشاو ده وده على هنا على اول بص مفيش تحاول اقربه احنا بنشخوش يعني بنشخوش يا ابو يعني زعل زعلوا يعني انا بقول لك زعلوا بقول لي عندك مالكش لازمه انت بقى عندك مالكش لازمه بقى انا بقى طلب بقى من 10 و5 ونصحى ده العوض اللي ايوه انا بقول لك انا غزال حضر وقتها لسه صغير وش على طول وش ايوه احنا لنا مصلحتنا يا ابويا انا مش هجامل في الشغل يديني ولا ما يديش ما اعتقدش ان حد عندنا ايه ابو هاني وابو ندى ما اعتقدش ان هم ايه لا رمضان مش هيجي ابو ندى اللي مش هيجي ابو ندى اللي اساسي مش هيجي لا والله اه والله انت كده ما تعرفش بقى ابو ندى اللي مش هيجي ابو ندى يقول لك يابا النهارده كده كده ماتش الاهلي يقول لك تعمل لنا لقمة ونقعد نتغدى وانا اصحى على ميعاد الماتش وخلاص احنا عندهم المطعم هناك كمان بقى ايه حاجه ثانيه ايوه المطعم فوق حاجه ثانيه هتلاقي البيوت مش موجوده اساسا ثاني انا يقول لك ده مفيش شغل كمان انا راح في الشارع اعمل ايه مفيش شغل الشمس اليوم كله خلي بالك الشمس هتسيب اليوم كله هو الاول بقى بس هيجي قبل ما نشوف الاول دي عايزين ندخل الشمس بقى عشان احنا ما بنعرفش نتكلم الجو ده هيلفنا من مطر الشغل على مطر
لازم تنطر عشان الجو ده. ايش يدلو تاك عليهم ده؟ افتكرت شو؟ احمد عمي هو كان معاكو؟ يلا معايا يلا يا اخي
خالد بقول لك انت كده كده ما بتحبوش. عم رافض عم رافض هو النبي اللي بيقول اه هو في غيره. عم رافض ده بيحب الخير، راجل محترم جدا وبيحب الخير للناس كلها. هو من ناحيه محترم فهو محترم، من ناحيه بيحب الخير. الخير هو بيحب الخير لان انا شفته مره واثنين وعشره. ايوه اما انا بقى كلمه بقى ماشي على مزاجك انت ومش على قلمك، او انت عايز تبدلها ولا حاجه ترجع لك. بدلها ليه؟ انا بقول لك عم رافض راجل بيحب الخير. هو مالك حاجه، ما هو بيحب الخير اهو. دخل رافض في اللي احنا بنقوله. مش انت اللي بتقوله؟ هو اللي بيقول لك انت كده ما بتحبوش. مين اللي قال؟ رأفت. طب ما انا بقول لك ده راجل محترم بيحب الخير اهو، عايز يعمل خير على الصبح. بس خيرك ما بيجيش عندنا عمرات، ما تقلقش. الخير بتاعك ما بيمشيش عندنا احنا. احنا اسره واحده. ومش هنقدر يا ابني جاي لك حاضر، ومش هنقدر تزعزعوا الانتماء والولاء اللي عندنا. اسمع يا شو انت سمعت واتكلمت. انت ايه؟ انت سمعت منه واتكلمت. عن تجربه انا رديت بس وسكت. عن تجربه سكت. تصدق وتأمن بالله انا داخل جوه عارف انه مش هيعديها ولازم يقول حاجه. بس خلاص سلام عليكم. عايز حاجه زي كده؟ الناس واخده فكره عندك زي الطين، حتى اتكلمت ما اتكلمتش. واخدين الفكره. نعم شغال معاكم. هو اللي جابه كمان صح كده. اعمل لك حلقة عدس وكلها. روح انت بقى. ايوه من 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 بقى الجو الف من من بقى واقعد بربر ولف. انا المترو عمل عليا. عمل عليك كده مؤاخذة شك عليك ولا لا؟ ده مش دخل عليا، ده قال لي الجو الف. روح بقى خلينا نشوف عدس. اعمل سلامة مش كده. الرحمة حلوة، لو في رحمة يبقى حلوة. نعم عزة بقول له معلم عايزين نستفتح. والله اللي تجيبوني تعبان ومش قادر اقعد. تعبان عندي جلسة. لا انت فاهم انت الحريف دي بقى وبيسلوه وبيسلوه المرشي عدى على فيه بقول انت عاد اجي ايه يا عم مش انا ما اقدرش مصري ولا لا المصري بحفظ لازم تطبلها عشان دفع لك قبل كده اللي هو انت والصناعيه اللي كانت معاك قبل عشان النمر ما يفوتش صناعيه. قال لي صناعيه في ميلان كلها من هنا. ايوه اللي هو مش عارف لو قال له اي حاجه يقول له لا عارف ما قلتيش له هيطلع هيجيبه لي عارف هيجيبه لي الصرف هو بس اقول له هنا ولا هنا. خلاص خلاص هي امين بقى انت بنهمه عشان بس ايه واخد باله كل بس عشان هي عشان هو لسه مولع على السكين ده بمين يعني لو كل واحد طارق ده طارق ده عارف كلب مين؟ ده طارق المجنون اللي هو بيشرب حلاله يا عم. معلقه سكر واحد. سكر طارق ايه؟ يا ابن العقيل شايف كشري.
كشري معلقه سكر واحده ويحطوا له نعناع بره. بص معلقه سكر واحده مش يقول له طارق هي عبيط اصلا وحاجه. اللي عمل مذكره للواد ده بتاع السجاره عارفه يا عم عارفه اه هيطلع عارفه مصطفى ده بيبعد عم يديله مكملات شو بيرجع تاخدها يا عم وديها له اعملها له انيم يا مصطفى وديها له يا عم. يا عم ده طارق ده عبيط الله يخرب بيت امك. تعالى بقى طلع يلا يا عم هاتها انت يا عم وخلصني. هي في الاول والاخر هتسيب واحد من هم اثنين اللي باقيين واحد ما انا كنت هناك قبل الدبه اسبوع يعني خلال الايام الجايه دي وواحده ثاني كمان وخلاص. انا هلو كمان رايتين رايتين هي رايه انا ليا انا هم اثنين هي هم اثنين اللي من دول واحده ثانيه بس هو محمود اتخرب ايوه ما قال قال لي هشوف بالليل على Thank you.
بص عم رافض شوف عناب ريف بقولك قول لي مش اجنبي رايح في ايه يبقى مصري طالما على ارض مصر هو مصري عادي انا غبي عادي كنت بشرب تلج كان سوري تلج بلون كان سوري Welcome to Egypt.
ازاي مليانه علاش تنورنا كده. اتفضل يا فندم. اوكي ولا كده يا ماهر؟ خد يا عبد اهو غني يابا والدنيا معاه حلوه. بص اهو خد غني. ايه ده انا راح اجيب حاجات في المكتب. اطلع عليا يا طيب المكتب والله انا ماشي بشقه. لازم حد راح يجيب. يا عم اهو يا عم جاري ومعاه فلوس اهو خد. Yeah.